مشاهدينا الكرام، أهلا بكم ونشرة إخبارية جديدة من اليوم السابع مباشر، ونبدأها بأبرز العناوين. واشنطن تؤكد أنها لن تتدخل بأي إملاءات بشأن ترتيبات الانتقالية في مصر. بان كي مون يزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. استئناف العمل بمعبر رفح بعد تعطيله للاحتفال بالثورة. وصول مبارك لبدء محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين. واستمرار الاعتصام بميدان التحرير للمطالبة برحيل المجلس العسكري. وإليكم تفاصيل الأخبار. وصل الرئيس السابق محمد حسني مبارك على متن طائرة هليكوبتر إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، وحضر قبله كل من ابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العدلي وزير داخليته الأسبق وستة من كبار مساعديه لحضور جلسة محاكمتهم في قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام. هذا وكثف رجال الشرطة من تواجدهم أمام أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين مقر المحكمة والفصل بين أهالي الشهداء ومؤيدي الرئيس السابق الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر. وفي ميدان التحرير يواصل المئات بميدان التحرير اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، وذلك للمطالبة برحيل المجلس العسكري في أقرب وقت وتسليم السلطة والتعجيل بانتخابات رئاسية ومحاكمة ثورية لمبارك ونظامه مع إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. هذا وطلب المتظاهرون بتشكيل لجنة للدستور من كل التيارات السياسية ليكون ممثلا لكل مطالب الشعب والثورة، بالإضافة إلى تطهير القضاء والداخلية والجامعات واستقرار لها مع إلغاء الطوارئ نهائيا وبدون أي استثناءات. ساد الهدوء بميدان التحرير بعد يوم شهد احتفالات وتظاهرات في الذكرى الأولى لثورة 25 من يناير، كما انتظمت حركة المرور بالميدان وتميزت بهدوء شديد، واستمرت أعمال النظافة في أرجاء الميدان لمخلفات يوم احتفال الأمس. ودعا اتحاد شباب الثورة جموع الشعب المصري إلى المشاركة في المليونية التي ستقام غدا الجمعة تحت شعار جمعة العزة والكرامة، تأكيدا لاستمرار الثورة ومطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة فورا للمدنيين. وإلى نقابة الأطباء، حيث يزور الدكتور محمد خيري عبد الدايم نقيب الأطباء جميع المستشفيات المركزية وكذلك وحدات الرعاية الأساسية بمحافظة الأقصر وأسوان، ضمن جولة لحصر المشاكل والتحديات التي تواجه الأطباء وكذلك مرافقيهم من مقدمي الخدمات الصحية. وفي سفارة مصر بواشنطن، حيث دعا السفير سامح شكري سفير مصر لدى الولايات المتحدة أبناء الجالية المصرية إلى تبني مبادرة استفارة للمساهمة في علاج مصابي ثورة يناير المجيدة عرفانا وتكريما لما قدموه من تضحيات في خدمة مصر. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها شكري في الاحتفال الذي نظمته السفارة بمقرها بواشنطن بمناسبة الذكرى الأولى للثورة. واستهل السفير كلمته بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء. وإلى وزارة الخارجية الأمريكية، قال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية أمس إن الرئيس باراك أوباما يزعم تسريع إيقاع المساعدات الأمريكية لمصر مع وصول أكبر الدول العربية سكانا إلى مرحلة حرجة في انتقالها إلى الديمقراطية. وقال وكيل وزارة الخارجية روبرت هورمتس إن واشنطن تريد تقديم المزيد من المنافع الفورية للمصريين الذين أجروا في وقت سابق هذا الشهر أول انتخابات ديمقراطية منذ عشرات السنين. قام عدد من المعتصمين بتنظيف ميدان التحرير وجمع القمامة في أنحاء الميدان، بينما تجمع شباب الإخوان المسلمين في صفوف حول المنصة الخاصة بهم مفترشين الأرض لتأمين المنصة. وألقى عدد من المعتصمين في مختلف المحافظات أبيات الشعر عبر مكبرات الصوت الخاصة بالإذاعة الداخلية بميدان التحرير، وقام البعض الآخر بسرد أحداث ثورة يناير في العام الماضي بالميدان ومختلف ميادين مصر. أكدت حركة مصرنا في بيان أصدرته اليوم الخميس أنه في اليوم الذي يواكب ذكرى انطلاق ثورة مصر أظهر الشعب المصري رغبته الحقيقية في الإنهاء العاجل للحكم العسكري لمصر وانتخاب رئيس للجمهورية قبل كتابة الدستور، موضحة أنه بالأمس نزل الشعب المصري بالملايين وبشهادة الجميع ليس للاحتفال بالثورة ولكن لاستكمال هذه الثورة التي لم تتحقق أهم مطالبها حتى الآن. توجه المتظاهرون المتواجدون أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون مسبيرو إلى ميدان التحرير بعدما فضوا اعتصامهم نظرا لقلة الأعداد الموجودة أمام مسبيرو على أن يعاودوا التظاهر مساء اليوم الخميس. ومن ناحية أخرى، غادرت خمس سيارات أمن مركزي من أمام مسبيرو بعدما فض المتظاهرون اعتصامهم وعادت الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى بشارع الكورنيش.
أنهى شباب حركة 6 أبريل فعاليات الذكرى السنوية لثورة 25 من يناير بميدان التحرير بعد أن قاموا بغلق الميكروفونات المعلقة على المنصة الخاصة بهم بعد ساعات من إزالة المنصات بالقوى الثورية الأخرى، بينما لا تزال المنصة الخاصة بالإخوان المسلمين تذيع آيات القرآن الكريم. وبدأ الألف في مغادرة ميدان التحرير، ودخلت بعض السيارات والدراجات البخارية بعد فتح مداخل ميدان التحرير وميدان عبد المنعم رياض وميدان الفلكي. ومن الأمم المتحدة، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون أمس الأربعاء إنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لتشجيع الإسرائيليين والفلسطينيين على استئناف الاتصالات بينهم لدفع عملية السلام إلى الأمام. وبدأ مفاوضون من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني محادثات تحضيرية في مطلع الشهر الجاري في عمان برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير خارجيته ناصر جودة. وفي محافظة الغربية، قامت الحركات والقوى السياسية بالغربية بإنهاء التظاهر